يا اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية. ادهم، كنت بتقول لي ان حصل طفره واضحه خلال ال3 سنوات الماضيه. ايه السبب؟ يعني ايه المختلف اللي ممكن يكون اتحاد الريف عمله عشان يحصل حاله التطور والتحسن دي؟ طبعا اول حاجه اهتمام الدوله اصلا بالالعاب الفرديه، يعني ده كان جاي من سياده الرئيس. الالعاب الفرديه غير احنا الرياضه مش كوره بس، اهتم جدا من قبل طوكيو ان مصر تبقى متواجده في جميع الالعاب. الريشه يعني احنا تقدمنا جدا بناء على تقدم اللعيبه، احنا شفنا الناس بره بتعمل ايه. انا عن نفسي قعدت فتره كبيره بتفرج على ابطال العالم بيعملوا ايه عشان ابقى موجود معاهم في يوم من الايام. جينا قبل طوكيو قعدنا مع الاتحاد، اتفقنا ان في خطه عشان نبقى مع الناس دي. احنا لازم نمشي بروفيشنال، لازم نشوف الناس دي عملت ايه عشان نبقى زيهم. هي ابتدت من كده، ابتدت اللي احنا حلمنا ان احنا نبقى كويسين، حلمنا ان احنا عايزين الريشه دي في يوم من الايام يبقى عندنا البطل الاولمبي، عندنا اللعبه تبقى عالميه، الاتحاد الدولي يجي، الاتحاد الدولي يبقى يسمع عنا. اللي دوحه عملته برضو في الاولمبيكس اللي فاتت خلى ان مصر اوريدي هتفضل طول عمرها معروفه، ان انت تعمل حاجه تاريخيه في رياضه بيلعب فيها ملايين. هي دي سبب برضو من الطفرات. بناء على طوكيو اشتغلنا لباريس. باريس لما قعدنا يعني احنا يعتبر 3 سنين او ما كانش 4 سنين الجاب ما بينهم. اول ما فرقت رجعنا معاكوا شويه؟ الطبيعي ان 4 سنين الجاب ما بين اولمبياد والتانيه، يعني هي الفرق اللي انت ما استعدتش، ممكن اقول مش كفايه بالنسبه لي. انا استعديت، بس بدل ما تستعد سنتين انت استعديت سنه، لان احنا بنبدا قبل الاولمبيكس نقعد سنه كامله. برضو مطالبين اللي احنا قبل ما نخش الكواليفيكيشن بيريد محتاجين نجمع بوينتس عشان ابقى اعرف اخش البطولات وانا مستريح. قعدنا مع الاتحاد، الاتحاد قال في امكانيات نعمل ايه وايه الامكانيات اللي احنا مش هنقدر نعملها. فبناء عليه احنا برضو كلعيبه عرفنا يعني نكوب مع الموضوع. الاتحاد ادى بطولات كتير، اشتغلنا احنا يعني انا كادهم انا سافرت كتير جدا اتمرن بره، قعدت في احسن حتت في العالم عشان ابقى وسط ابطال العالم، عشان لما يجي وقت زي ده لما اقف مع بطل العالم ابقى زيه بغض النظر انا منين بلدي فين. هو ده الفرق اللي احنا صدقنا حلم اجيال وناس بتحلموا ان ريشه تبقى في حته مختلفه، فاشتغلنا عليه كلعيبه واشتغل عليه مجلس الاداره.